أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الأمل كبير في قادتنا وفي توجهاتهم الخيرة للاجتماع دائما على كلمة سواء ليعم الوفاق والسلام والخير والمحبة دائما في هذه المنطقة، ونحن كشعوب سنبقى لحمة واحدة ولن يغيرنا شيئا. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، الذي قدم لسموه كبار المشاركين في جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة للعمل الخيري وفاء لأهل العطاء. وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمبادرات التي يتبناها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الخيري وإشاعة فكر رد الجميل لمن قدم وبذل في سبيل وطنه وأمته وفي خدمة الإنسانية جمعا، مؤكدا سموه أن العالم العربي أحوج ما يكون فيه اليوم لمثل هذه المبادرات في ظل ما يموج به من أحداث يجب أن تبرز فيها قيم الإيثار ومد يد العون، لافتا سموه إلى أن مثل هذه المبادرات وما تحمله في طياتها من قيم إنسانية نبيلة تستحق الدعم، فهي فخر لكل وطن تنطلق منها. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نوه بالأهمية التي تشكلها جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة للعمل الخيري وفاء لأهل العطاء، فهي تبرز النماذج المضيئة في مجتمعنا والتي تستحق أعمالها الخيرة أن تكون قدوة ومثالا يحتذى به. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن العمل الخيري لدينا قبل أن يكون ثقافة وجزءا أصيلا من عاداتنا وتقاليدنا فهو أحد المنطلقات لديننا الإسلامي الحنيف، والعمل به يكون لدينا واجبا دينيا وأخلاقيا ومجتمعيا، مؤكدا سموه بأن مؤسسات المجتمع لها كل الدعم والإسناد في كل عمل يستهدف خير المجتمع ونهضته وتقدمه وإشاعة أجواء المحبة بين الجميع بفضل ما يشيعه عمل الخير من أجواء طيبة في المجتمعات وما ينعكس إيجابا على العلاقة بين أفراد المجتمع. وقد رفع سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه وإسناده المستمر لكافة المبادرات التي تستهدف نشر ثقافة العمل الخيري في المجتمع، مؤكدا سموه أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هو القدوة في عمل الخير ورد الجميل لكل من يبذل في سبيل نهضة الوطن. من جانبهم فقد أشاد المكرمون بجائزة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة للعمل الخيري وفاء لأهل العطاء، أشادوا بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وما أبداه من إشادة وتقدير لجهودهم في العمل الخيري، الأمر الذي له بالغ الأثر ويشكل دعما وأسنادا لتقديم المزيد، كما أعربوا عن تقديرهم لمبادرات سمو الشيخ خليفة بن علي التي تستحق أن تكون دروسا يقتدى بها الشباب في الوطن العربي.